الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير جدا طريقة حساب المربعات الصغرى الاعتيادي بطريقة بسيطة جدا، قلما تخطر على بال يعني المتخصصين بهذا المجال. وعلى بركة الله نبدأ. أرجو أن يكون في هذا المقطع إن شاء الله الفائدة لكم جميعا أحبتي. الآن لنفترض بأن لدينا الأزواج المرتبة الأربعة الآتية، يعني الـ ordered pairs. ordered pairs اللي هي أزواج مرتبة. عندي يعني X و Y الآن، لنفترض أنها X كانت 1 Y تساوي 2 X تساوي 2 Y تساوي 7 X تساوي 3 Y تساوي 8 وأخيرا X تساوي 4 Y تساوي 16. هذه أزواج مرتبة 1 2 2 7 3 8 4 16. لو بدي أرسمها الآن يعني أمثلها بيانيا، يكون على المحور الأفقي قيم X، على المحور العمودي قيم Y، وهذه الأزواج الآن مبعثرة. لاحظوا لي 1 2 2 7 3 8 4 16. الآن يمكننا توفيق خط مستقيم، أن نوفق هنا خط مستقيم بواسطة يعني بين الأزواج المرتبة طبعا بواسطة المربعات الصغرى الاعتيادية ordinary squared باستخدام معادلة الخط المستقيم كما يأتي. هذه معادلة الخط المستقيم YI تساوي A زائد B في XI زائد الإرور. هذا الإرور طبعا بالتقدير يذهب يختفي، يبقى لدينا يعني فقط تقدير لـ A اللي هي نقطة ما يسمى نقطة التقاطع مع المحور العمودي الـ vertical intercept، وهذا هو ميل الخط المستقيم B. فالآن هذا الخط المستقيم لاحظوا لي هنا، والإرور طبعا هذه بعد ما قدرنا YI تساوي A زائد B XI، هل الايرور او الخطا هو الفرق بين النقطه على الخط المستقيم والنقطه الحقيقيه، يعني النقطه الفعليه التقدير الفعلي او عفوا القيمه الفعليه والتقدير على الخط المستقيم. كذلك الامر هنا وهكذا بقيه. فيعني لدينا هنا اربعه اخطاء عشوائيه. فالان كيف يمكن لنا نسرد ذلك؟ ارجو التدقيق بهذه الطريقه البسيطه جدا. نستخدم الازواج المرتبه في معادله الخط المستقيم كما ياتي. هذه الان معادله الخط المستقيم بدون ايرور، yi تساوي a زائد b في xi. الآن أي أن لاحظوا الآن a زائد bxi تساوي yi. أوكي، يعني بمعنى آخر وضعنا هنا كأنما يعني نقلنا هذه إلى هنا وهذه إلى هنا مع تشطيب الإشارات السالبة. فعندي الآن كأنما يعني لم أقم بشيء، فقط إني وضعت إشارة التساوي إلى يمين المعادلة، وقيمة المعادلة yi هي إلى يمين عفواً إلى يمين المعادلة إشارة التساوي هنا. أما الأزواج المرتبة فهي كما يلي الآن. هذه الأزواج 1 2 3 4 2 7 8 16 كما ذكرت قبل قليل. بتعويض قيم الأزواج المرتبة في المعادلة ينتج ما يلي. هلا نعوض عن A بقيمتها A. الآن XI هي 1 مضروبة في B. لاحظوا لي هنا بدل XI هذه 1 القيمة الأولى مضروبة في B، إذن A زائد 1 في B تساوي 2 اللي هي قيمة YI هذه. ثم نعوض عن XI 2 فينتج A زائد 2 في B تساوي 7. هنا لاحظوا لي عبارة عن تعويض فقط لا غير. بدل XI يعني تبقى A كما هي B كما هي، لكن XI التي تغير. فعندي A زائد 1 في B تساوي 2، A زائد 2 في B تساوي 7، ثم A لاحظوا لي زائد 3 في B تساوي 8، وأخيرا A زائد 4 في B تساوي 16. إذن لدينا الآن هذه المعادلات البسيطة، أربعة معادلات بالمجهول A و B A B A B هكذا. نضعها الآن في مصفوفة كما يأتي. نقوم الآن بترتيب القيم. هذه لي A زائد 1 في B تساوي 2، A زائد 2 في B تساوي 7، A زائد 3 في B تساوي 8، A زائد 4 في B تساوي 16 على شكل مصفوفة كما يأتي. هذه الآن مصفوفة، بدل الـ A's هنا أعطنا 1 1 1 وهلأ سنثبت ذلك، والـ X's 1 2 3 4 هنا، والـ AB وتساوي الآن هذا اللي هو خلينا نقول الحاصل الجواب هنا، يعني A زائد BX تساوي YI، A زائد BX وهكذا. فهنا هذه قيمة YI 2 7 8 16. لاحظوا لي إذا ضربنا 1 يعني هذا الصف العمود هذا ينتج المعادلة الأولى،
هذا الصف في العمود هذا ينتج المعادلة الثانية. الصف الثالث في العمود نفسه بعطينا الآن المعادلة الثالثة، وأخيرا هذا الصف الأخير في العمود نفسه بعطينا هذه وبعطينا الأجوبة هنا. وبالتالي الآن نحتاج إلى أن نستخرج ما يسمى بالأكس ترانسفور، يعني هذه الآن المصفوفة أكس، هذه المصفوفة بيتا اللي هي البارامترز أو المعلومات التي نحتاج إلى تقديرها، وهنا الواي آي. فعندي أكس في بيتا تساوي واي آي كما تعلمنا. الآن نقوم بحساب محددة المصفوفة أكس ترانسبوز أكس، ثم المصفوفة المعكوسة أكس ترانسبوز واي، ثم منقول عفوا هنا ثم منقول المصفوفة أكس واي للحصول على قيم المعلومات A و B. لاحظوا هلا هذه أكس، أكس ترانسبوز لاحظوا اللي بصير يصبح هذا العمود صفا وهذا العمود صفا، هذه الصفوف تصبح عمودا، هذا العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، يعني هذا صف يصبح عمود، صف يصبح عمود. عند الآن أكس ترانسبوز أكس يساوي، لاحظوا لي إذا ضربنا هذا الصف في هذا العمود ثم هذا الصف في هذا العمود ثم هذا الصف في هذا العمود ثم الصف نفسه في العمود هذا بيعطينا أكس ترانسبوز أكس اللي هو 4 10 10 30. لاحظوا لي السيمتري أو ما يسمى بالتماثل على حول القطر الرئيسي لهذا لهذه المصفوفة. عندي الأكس ترانسبوز حسبته على نظام الأكسل أو بطريقة يدوي ولا في أبسط منها، تأخذ يعني 5 دقائق ربما. فعندي الأكس ترانسبوز أكس أول إنفرس يساوي 1.5، لاحظوا لي سالب نصف سالب نصف، في عندي هون تماثل وهنا موجب 0.2. هذا دائما وأبدا لازم يكون يعني هنا متماثل، لاحظوا لي أوكي. وهنا مجموع مربعات، وبالتالي دائما هاي حجم العينة N هنا، وهذه مجموع مربعات اللي هي 1 2، يعني 1 تربيع زائد 2 تربيع زائد 3 تربيع زائد 4 تربيع، هنا تساوي 30. الآن وأكس ترانسبوز واي يساوي 33104، يعني ارجعوا تمرنوا عليها، فبكون النتيجة النهائية أكس ترانسبوز أكس أول إنفرس وهذه القيمة مضروبة في أكس ترانسبوز واي، هاي ضرب يعني أكس ترانسبوز واي اللي تساوي هذه القيم تساوي بالأخير A تساوي -2.5 اللي هي -2.5، وبي هات تساوي بالهاي 4.3، أي أن صيغة المعادلة النهائية الآن تكون كما يلي: واي آي هات تساوي -2.5 زائد 4.3 إكس آي. يعني قدرناها بواسطة فقط الأزواج المرتبة بطريقة تقليدية لا تخطر على بال كثير منا. حتى نتأكد من الحل دعني أنهي هنا الإنت شو وأذهب إلى الإكسل شيت. إكسل شيت هنا لاحظوا لي إكس 1 2 3 4، واي تساوي 2 7 8 16، وهي الأرقام. قمت الآن باستخدام الداتا ثم داتا أناليسس، وذهبت إلى الريجريشن هنا، هذا هو الريجريشن. بعد ما يعني عرفت له هنا التعريف الريجريشن هو إنه هذه قيمة الواي آيز وهنا هذه قيمة الإكس آي، أعطاني النتيجة الآتية. كانت النتيجة كما يأتي، عفوا هذه لاحظوا لي 2.5، الانترسبت اللي هو A hat تساوي 2.5، وميل الدالة 4.3، هاي الخطأ المعياري، هاي الار سكوير، وهكذا. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي جميعا، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.